حياكم الله أعزائي المستمعين في برنامجكم برنامج لا يفوتك. شنو لا يفوته؟ لا تفوتكم التجربة. أنهم يخوضون تجربة, أنهم يكونون مذيعين على الهواء, لهم 7 دقائق يقدمون فقراتهم أو برنامجهم حلو الخاص بي أو اللي بيسوونه في المستقبل. حلو, يعني أنت تعال جهز فكرتك, فكرة من إعدادك وتقديمك. أنت بطريقتك تبي تسوي مسابقات, تبي تسوي برامج, تبي تسوي أمثال شعبية, تبي تسوي برنامج استقبال ضيوف, كيفك تعال وخوض التجربة وقدم برنامج من إعدادك أنت وتقديمك أنت على الهواء في إذاعة راديو مؤسسة قطر. ما قلناها مع بعض. يلا المرة الجاية نتدرب عليها. زين, خل نطلع على الفقرة الثانية, خلكم معانا. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في فقرتنا الثانية, فقرة النصائح الإذاعية. شنو فقرة النصائح الإذاعية هذه؟ اليوم راح نتكلم شلون لما يكون عندك ضيف تستقبله في برنامجك. حلو. شلون أنت تأهل الضيف إنه هو يكون ريلاكس في البرنامج, هادي مو متوتر. يعني تحين كمذيع لما تيجي ضيف عندك في البرنامج تلقاه شنو متوتر؟ إيه ليش زي يتوتر؟ في ناس تخاف من المايك, رهبة الاستديو, تحسين أول مرة يطلع شيء على الهواء, يعني خايف متوتر, ما يعرف ايش بيقول, وخاصه اذا كان برنامج لايف, لان اي غلطه تكون محاسبه. هي وبعدين على طول قاعد يفكر انه اوف الاف المستمعين قاعد يسمعوني, اللي بال كلمتي بتطلع على الهواء, فلازم يكون شوي ريلاكس, يكون داخل الجو معنا او مع المذيعين على اساس ان ما يكون مرتبك. ارتبكتي قبل ولا ايه؟ قولي لي عن بداياتك. والله انا كنت وايد خايفه, يعني أول برنامج اللي قدمته في كيو أف راديو أبناء آدم في رمضان, مأساة. يعني المخرج الله يذكره بالخير إيهاب تعب معي. إيش كان يسوي لك؟ كان الحلو في نشي يسوي لما أنا أكون مرتبكة يوقف يقول لي تعالي خلاص ما بنسجل اليوم. أزين ليش أنا جاية؟ لا تعالي. يدخلني الاستديو عنده ويدخلني جو نضحك نضحك نضحك, يقول يلا خشي وين سجلي. فأكون خلاص متعودة, مرة مرتين ثلاث خلاص خف. أول تجربة لي كان طبعاً فيها ربكة في الصوت. حلو. واللي سمعني قال لي أدائك أوكي بس فيه ربكة. في ربكة طبعاً. بعدين الأخ محمد الجفيري خلنا أكشخ لحظة. طبعاً بداية البرنامج كنت معاك, طبعاً مع الدورات اللي احنا أخذناها في الفن القاء والخطابة معاك في الدورات اللي قبل, حاولت أني أطبقها وخلاص. حلو. أول مرة مرتين كنت خايفة, بعدين خلاص. يعني تحسين انك متوتره الحين عقب التجارب؟ لا ما اقول لك ساعات بلا, يمكن اول 3 ثواني 4 ثواني بعدين خلاص. يعني خلني اقول لك انا عن بداياتي. اول ما طلعت قدام المايك ريلي كانت مثلجه. مايك ولا تلفزيون؟ مايك الحين قبل التلفزيون. اوه لا, وكنت وين؟ كنت في غرفه بروحي ولا على الهواء ولا شيء, في استوديوهات مركز الجزيره للتدريب. يعني تخيلي مكان تدريب بس ان انا حاط المايك قدامي, قمت اتنافض. شكله يخوف. شنو البرنامج كان؟ ولا شيء, احنا قاعدين نتدرب في المركز. اوكي, هل الحين قاعد تدرب؟ انا احسن منك شو, انا طلعت على طول برنامج. انا تميت اتنافض. بس شغله واحده دائما اتذكرها, اذا انت سويت شيء اكثر من 1000 مره وتميت تسوي وتسوي وتسوي وتسوي, في النهايه لازم بتتقنه, لازم بتتمكن منه, حتى لو خذها شيء وقت طويل. إذا أنت حاب إنك تسوي تدخل هالمجال وبس قدامك الرهبة, هاي الرهبة تروح مع التكرار. لما تكرر وتكرر وتكرر هو دائما الرهبة. يا محمد أول نفس ما أنت قلت, أول 10 ثواني إيه, أول 10 ثواني وآخر 10 ثواني آخر 10 ثواني إيه, بس بعدين خلاص. لما وعلى حسب ترى المذيع اللي قدامك, إذا المذيع أصلا مرتبك والضيف مرتبك مشكلة. حلو. لازم الضيف المذيع يكون ريلاكس ويضحك ويسولف ويدخل يدخله جو قبل البرنامج وفي البرنامج. يعني حين ذيانا ضيف نقعد معاه زين, ما ندخل على طول تعال يلا يلا بسرعة بسرعة باقي دقيقتين على الهواء, هاي ارتبك جهز نفسك جهز يلا ها جاهز 3 2 1 لحظة وين المايك بسرعة إيه؟ المايك ضايع هو يرتبك. ايش بيصير في الضيف؟ بيرتبك ما بيقدر يقدم, بيقول شنو ذي, هو الجو هو بروح اصلا مرتبك بيموت من الروع. إيه؟ لكن لما تقعدين مع الضيف شوي تاخذين وقتك, تخلينا قاعد قدام المايك, يحط السماعات يهدى شوي ياخذ على الجو يهدى صح يهدى ولا يهدى. قولي لي ولا بسألك سؤال الحين, وانت على الهواء زين لما تطلعين في برنامج على الهواء متى ترتبكين؟
على حسب الضيف اللي يمي، إذا كانت شخصية وايد كبيرة. في العمر ولا في لا لا في المنصب في الوزن مثلا. أي. أي يعني مثلا إذا كان مدير مؤسسة أو مدير جامعة تحسين إنه شيء خوف. يعني شي. أتوقع بس أول ثلاث أربع دقائق وبعدين خلاص. بس مشكلة محمد لو يجيك الضيف أصلا ما يضحك أو ثقيل. أي. وأنت طبعك تبي مثلا تضحك تكون محاسب على الموضوع. طبعا عشان نلخص الفقرة اللي وصلنا لها، أول شيء لازم نحط حساب حق الضيف، ماني نفاجئه، نهدي نضحك معاه نبتسم له تفضل حياك هدي بالك ندخل الجو يعني. ايه دخلي الجو معاك يعني، خلي قاعد قبل الفقرة بشوي، مو بلازم على طول اول ما تبدين معه برسمية يعني، هدي بالك مع الضيف يعني للحلقة ايه ليه ما تحسين يعني فرندلي معاك، بعدين تدخلين معاه في استقبالك لأسئلته وتعطينا كل الأشياء اللي تبينه وتاخذين منه كل الأشياء اللي تبين تاخذينها من الضيف. وصلنا ختام هالفقرة، نبي ننتقل للفقرة اللي بعدها وهي الفقرة الأحلى والأجمل، فقرة الضيف المذيع. الضيف المذيع جاهزين؟ جاهزين. اربطوا حزمتكم. جهزوا نفسكم الحين، معانا فقرة الضيف المذيع. اليوم ضيفتنا روضة القبيسي، خريجة من جامعة كامبريدج. مرحبا روضة ويانا. أهلين مرحبا فيك. شو أخبارك؟ الحمد لله يسركم الحال. أنا متفائل صراحة بحلقة اليوم. شنو عنوان حلقتك؟ عنوان برنامج أو عنوان برنامجك؟ برنامجي يتكلم عنوانه أولايتي، هي كلمة قديمة خليجية تطلق على الرجل المحترف في عمله. أولايتي. أولايتي. تكلمت عن الرجل. يلا الحمد لله بعد عندنا ناس موالين لنا. زين جاهزة انش تبدين في البرنامج؟ ان شاء الله بإذن الله. 3 2 1 عندك المايك. مساء الخير مستمعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم عبر اثير اذاعتنا المتميزة مؤسسة قطر. راح يكون في فاصل موسيقي وبعدها ترافقكم عبر الاثير المذيعة روضة القبيسي، بعدها راح يكون فاصل موسيقي راح ندخل نستعرض واياكم اعزائي المستمعين في برنامج أولايتي، برنامج يتناول في طياته أبرز سمات الموظف المتميز وما يحفز الموظفين في شتى المجالات على التطوير المهني والإثراء الوظيفي بما يمتلكونه من مواهب ومعارف متنوعة. بعدها نستعرض فاصل موسيقي. حلو. زين هدي بالك. اخذي نفس. اخذي نفس. أداءك طيب ممتاز ما شاء الله عليك ما شاء الله. دخلتك حلوه. ذكرتني باول ما اخذت التجربه. زين شلون احس فيها الحين؟ من اقول لك اخذي نفس وخليك عادي. حلو حلو ادائك ممتاز. كملي رجعنا من الفاصل عندك المايك. نرحب بالمشاركه عبر التويتر تحت هاشتاغ اولايتي، ونسعد باستقبال المكالمات عبر الاتصال الهاتفي عبر الرقم المذكور. بعدها ننتقل إلى فاصل موسيقي. موضوعنا اليوم يدور حول أول سؤال ممكن أن يبادر أذهاننا في اختلافاتنا بكيفية التزامنا لأي عمل نقوم فيه، سواء كان هذا العمل دوام كامل أو دوام جزئي، سواء كان هذا العمل عمل وظيفي أو عمل تطوعي. بعدها ندخل فاصل موسيقي، نستعرض وإياكم أعزائي المستمعين بعض الآراء من خلال هذا التقرير. بعد التقرير ناخذ شتى الآراء عن الموضوع اللي كيفية التزامهم بأي عمل يقومون فيه، سواء كان هاي الدوام كامل أو جزئي، سواء كان هذا العمل وظيفي أو تطوعي. حلو. بتسجل يعني برا الاستديو؟ راح يكون تسجل برا الاستديو. حلو. بعدها ننتقل إلى شكرا لمن شارك بالتقرير، وكذلك الشكر موصول لمقدم التقرير أخ علي. بعدها ندخل باستضافة ضيفنا. يسعدني وإياكم استضافة أستاذ محمد الجفيري، مؤلف مجموعة كتب بالمجال القيادة، منها كتاب قد، إعداد المدربين، القيادة والإرشاد، القيادة، تحليل الشخصيات حسب معايير MBTI.
هلا فيك حياك الله. الله يحييك. أشكرك على الاستضافة في برنامجك. شكرا. أستاذ محمد الجفيري، ممكن تعطينا بعض أرائك وكيفية بعض النصائح اللي ممكن تقدمها لأعزائنا المستمعين في كيفية التزامنا لأي عمل نقوم فيه، وما هي المعايير التي ممكن أن يلتزم فيها الموظف سواء كان هذا الدوام كامل أو دوام جزئي؟ هل هناك في اختلافات في التزامنا العمل إذا كان هذا العمل؟ شوي أعطيتيني ثلاث أسئلة وراء بعض. سؤال خلني أتذكر السؤال عشان أجاوبك عليه إن شاء الله. زي مرة أسئلي السؤال الأول. أستاذ محمد الجفيري، في البداية هل هناك في معايير مختلفة بالتزام الموظف بالدوام الكامل، معايير مختلفة عن التزامه بالدوام الجزئي؟ حلو. عادة الموظفين اللي يشتغلون فول تايم أو دوام كامل مش جزئي يكون بينه وبين المؤسسة اللي تعاقد معها عقد. والله أنا بكون معاكم مثلا، المتعارف عليه هي 8 ساعات في اليوم. تختلف في بعض الدول، بعض الدول تقل، بعض الدول مسموح لعشر ساعات. المعايير العالمية للتوظيف هي 8 ساعات. فإذا تعاقد الموظف مع الإدارة فالعقد هو شريعة المتعاقدين، خلاص هاي 8 ساعات أنا راح ألتزم معاكم، تبدأ من كذا تنتهي في كذا. البعض ممكن أن يقولك والله أنا ما يهمني عدد الساعات اللي أنت جيتي فيها، يهمني أن أنت تنجزين بعض المهام اللي أنا عندي، وهذه المهام اللي أنا بيك تسويها، أنا جبتك عشان تسوي لي سيستم آي تي، فالسيستم الآي تي هو كذا وكذا وكذا. هاي إذا خلص المهام هذه وأنجزها وحققها وسواها انتهت مهمته، فالعقد هي شريعة المتعاقد. أما الدوام الجزئي، إذا كان الشخص بيداوم دوام جزئي، بعد عادة يكون الدوام الجزئي بدون أوقات، لكن بعض الوظائف يحطون بعض الأوقات لأسباب كثيرة، منها إذا يبون يجتمعون مع الضيف أو مع الموظف يكون موجود في هالفترة لهالفترة فيعرفون أوقات تواجدهم. 2، أيضا يقيسون بعض الأشياء من إنجازات هذا الموظف. 3، بعض الوظائف تحتاج أن تواجد الضيف في هذا الوقت، مثل شنو؟ مثل وظيفة مثلا الإعلام أو الراديو وغيرها. فهاي إجابتي لك. وهي تختلف معايير النفسية للموظف في التزامه بالدوام الكامل يختلف عن المعايير الوظيفية في الدوام الجزئي؟ يعني هل التزامنا بالدوام الكامل هو التزام ولائي للمؤسسة يختلف عن ولائي إذا كان عملي جزئي للمؤسسة؟ الولاء ما له خص بوجود الموظف إذا كان دوام كامل أو دوام جزئي، ولكن الإحساس بالانتماء يكون أكثر في وجوده بوظيفة فول تايم أو وظيفة الدوام الكامل. الإحساس بالانتماء هاي قد يكون أحيانا إحساس إيجابي، وقد يكون أحيانا إحساس سلبي على حسب تعامل المدير لك، المحفزات اللي عندك. أحيانا ممكن واحد يلقى نفسه في وظيفة بارت تايم فيحس أنه ولاء أو انتماء كله للوظيفة البارت تايم هذه أو الجزئية أكثر من وظيفته التامة، بالذات مثلا اللي يدخلون مجال الإعلام يحس أنه يحب الإعلام شيء أكثر من وظيفته اللي هو شغال فيها. فيعتمد يعني. وكذلك هو في اختلاف نفس الشيء نوعية التزامنا بالعمل الوظيفي عن العمل التطوعي؟ تلقين في اختلاف أيضا، لأن العمل التطوعي أنت تين هل لك مقابل؟ لا ما لك مقابل، فأنت جاية أصلا العمل التطوعي هدفك أن أنت تشبعين بعض الرغبات اللي داخلك، منها أن تبين تشبعين مثلا إحساسك بالإنجاز، إحساسك بالعطاء بدون مقابل، إحساسك برد الجميل، إحساسك بإثبات الذات. في أشياء كثيرة لا تقدر بثمن. العمل التطوعي عمل من غير مقابل، فعادة اللي يشتغلون في العمل التطوعي يعطون من دون مقابل، فلذلك يمكن البعض يستمتع أكثر في العمل التطوعي. ليش؟ أن يحس أنه ما في مردود له. وهل هذا له تأثير إيجابي للعمل الوظيفي، أو أن من يكون ملتزم بالعمل الوظيفي هو تخصصي أكثر من التزامه بالعمل التطوعي؟ ممكن تعيدين سؤالك بشكل أوضح؟ يعني اللي يخوض تجارب بالأعمال التطوعية هل لها تأثير إيجابي للعمل الوظيفي، أو أن الشخص الملتزم بالعمل الوظيفي هو أكثر احترافية من اللي يخوضون في الأعمال التطوعية؟ العمل التطوعي اللي يشتغلون في العمل التطوعي يشتغلون من غير مقابل أولا، لذلك تتنمى عندهم مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات سرعة الاستجابة، مهارات الوضع أو أن يحطون نفسهم في أماكن تحت الضغوط. فلذلك تلقين اللي يشتغل في العمل التطوعي يلقى عنده مهارات مكتسبة غير طبيعية غير عن الموظف العادي.
فأكيد تساعده في العمل. شكرا استاذ محمد الجفيري على هذه الآراء وهذه النصائح للموظفين. نختم برنامجنا وإياكم أخواني وأخواتي الأعزاء بجملة تقول: لا حدود لطموحاتنا، وبمجهودنا والإصرار نحقق النجاح. وأنا أشكرك على تجربتك هذه وخوضك هالتجربة في برنامجنا. يعطيك العافية روضة، صراحة يعني متمكنة، بس قلت لك لا تخافين، الخوف والربكة شوي يعني. حاولي انك انت مثلا قبل تدشين الاستديو حاولي انك تقرين مرة مرتين ثلاثة، تسوين يعني نفس ما تقولين تست حق نفسك، حتى لو تحطين المايك العادي في البيت وتجابلين المنظرة وتتكلمين. يعني انا اخذت هالشيء والحمد لله يعني مشت معاي، وحاولي بس اهم شيء الخوف الربكة، لان من نبرة الصوت المستمع يعرف انك انت خايفة. صحيح روضة، ما شاء الله عليك، انتي مرتبة البرنامج مالك، الرننج اوردر هاي احنا نسميه، وحاطة حتى فواصل، حاطة الفواصل، حاطة اراء الضيوف، بوكس بوب وغيرها والتقارير. سؤال، انتي خدتي اي دورات في اشياء او اشتغلتي في هالمجال من قبل؟ خد دورات في قناة الجزيرة، مركز الجزيرة التدريب. شنو التقديم الاذاعي؟ التقديم الاذاعي والاخباري والصوت. تحسين فادتك الدورات؟ بالفعل فادتني. زين، شو تقولين حق المستمعين اللي خاطرهم يخوضون التجربة؟ عليهم بالتدريب، عليهم بالإقدام، حتى لو كانت المجرد التجربة راح يفيدهم حتى في مجالهم الوظيفي، في إبراز أنفسهم خلال العمل، من خلال تقديم ورش عمل خاصة فيهم، هاي عزز الثقة بالنفس إذا ما كان راح يفيدهم في المستقبل لإبراز مؤسساتهم. زي خلني أسألك سؤال، شنو كان إحساسك وأنت تقدمين؟ هاي أول تقديم لك صح؟ أي أول تقديم لي برنامج. هاتي إحساسك. إحساسي أكيد كنت في البداية خايفة أني أغلط، كون مع مذيعين متمكنين، كنت صراحة عندي طموح أني أوصل للمستوى أن إن شاء الله بإذن الله أقدر أجاريكم بالتقديم الإذاعي. ثانيا يعني إحسس شوية رهبة، بس نهائي ما كان ما جاني الإحساس توقعته. إيه ما جاني الإحساس إن الصوت راح يوصل لمستمعين كثار. يمكن عشان ابتعد عن هالخوف حطيت نفسي حبيسة غرفة. بس أنا بقول لك إن شاء الله تصيرين بعد أحسن منا. إحنا هدفنا من هالبرنامج إن نمكن الشباب ونطلعهم بصورة أفضل منا إحنا. صح. على أساس إن في المستقبل يحاولون إن يكونون مذيعين يخدمون بلدهم. فعلا إحنا ننتظركم أنتم أعزائي المستمعين أيضا، إنكم تيون هني وتحطون نفسكم في كرسي الضيف المذيع عشان تقدمون فقراتكم وبرامجكم. قبل أن نطلع من فقرتك، لو كنتي بتسوين لنا إعلان حق برنامج لا يفوتك، إعلان مدته 10 ثواني، إيش بتقولين فيه؟ سمعينا، بعطيك يلا 3 ثواني تفكرين في الموضوع. يلا أنتي على الهواء. من يبحث الأفضل عليه خوض التجربة الإذاعية في برنامج لا يفوتك. سمعت عزيزي المستمع إيش قالت لكم ضيفتنا المذيعة اليوم؟ لازم يخوضون التجربة. يلا جهز نفسك، وعندك طرق التواصل معنا عبر الواتساب 5522182، وعلى الهاشتاج هاشتاج لا يفوتك في تويتر، وأيضا حساب راديو مؤسسة قطر في QF راديو تويتر. نعم ننتظركم. يلا ننتقل للفقرة الختامية ونختم حلقتنا بالفقرة الجاية. كالعادة وكسرعة البرق ينتهي برنامجنا الحبيب لا يفوتك، مو دائما بينتهي بس هالحلقة. طبعا اليوم تكلمنا عن نصايحنا الإذاعية اللي هي نصيحة كيف تستقبل الضيف في برنامجك، برنامج لا يفوتك. وكانت معنا المذيعة المتألقة روضة القبيسي. روضة القبيسي كانت فقرتها حلوة مرتبة، وأتوقع لها مستقبل كبير إن شاء الله، لأنها هي جاية يعني شفت اللي مستعدة، بس يبي لها إن هي تدرب شوي، تأخذ لها شوي تدريبات على أساس إنها تنطلق. وأنت عزيزي المستمع نبي نسمع رأيك في حلقة روضة، ونبي أنك تكتب في تويتر كل الأفكار والآراء اللي كيف تقدر هي تطور حلقتها فيها
وبعد نبي نسمع منكم رأيكم في حلقتنا. من تقديم محمد الجفيري ولا أحمد، وشكرا للإخوان من خلف الكنترول إيهاب الشيخ وعلي السليطي. إلى اللقاء.